وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن اللواء الدكتور علي العولقي رئيس هيكلة القوات الأمنية الجنوبية. أهلا بك معنا دكتور في هذه النشرة. كيف تفسرون هذا الحراك الإرهابي المتصاعد من التنظيمات الإرهابية تجاه المناطق الجنوبية وبالتحديد في أبين؟ أسعدتم مساء وطابت أوقاتكم مع السيدات والسادة المشاهدين. طبعا هذا الحراك الإرهابي يأتي ردا على العمليات العسكرية الموجعة للقوات المسلحة الجنوبية بشقيها الجيش والأمن. تلك العمليات التي كان من أهم نتائجها هو تحرير أو السيطرة على معقلين رئيسيين لتنظيم القاعدة وداعش في شبه جزيرة العرب، وهذين المقعلين وادي عمران الذي يمتد لأكثر من 80 كيلومتر بين محافظات أبين وشبوة والبيضاء، وأيضا وادي الخيالة التي كانت تتمركز فيهما الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي دخلت إلى اليمن منذ 3 عقود، بدءا من الأفغان العرب منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا. وكانت هذه المعاقل قد نصبت، تمكنت هذه التنظيمات الإرهابية بخمسة أجيال، أولا بجيل جيش أبين عدن، ثم أنصار الشريعة، ثم داعش، ثم القاعدة، والآن الجيلين معا القاعدة وداعش ينظمان جهودهما ويتخادمان مع جماعة الحوثي في هذه المناطق، وتنصب الفخاخ والشراك المتفجرة ضد قواتنا المسلحة في مديرية مودية ومديرية لودر وفي أطراف محافظة شبوة. هي عن طريق تتم هذه العمليات عن طريق التفجيرات أو التفخيخ عن بعد، وثم التفجير بطريق طريق الريموت كنترول أو ما يسمى بالتفجير عن بعد لهذه العبوات الناشفة التي من خلالها قد يعني تحاول هذه الجماعات الإرهابية من إعادة النفس أو التي قد قطعته عليها القوات الجنوبية وخنقتها في هذه المناطق ومنعت عنها التمويل. وللأسف إلى يومنا هذا منذ أكثر من 9 أسابيع دفعنا ضريبة بالدم، وهو أكثر من 23 شهيد و71 جريح من قواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة، ونترحم عليهم ونتغمد لهم ونأمل لهم الرحمة الواسعة من الله جل وعلا. ونحن هؤلاء الأبطال، وهذا الاستبسال الذي تقدم القوات المسلحة الجنوبية هو دفاعا عن الأمن القومي أولا للجنوب العربي ثم الأمن القومي العربي، ونحن بالتعاون مع التحالف والأشقاء والأصدقاء أيضا سنتمكن من هزيمة هذه الجماعات الإرهابية بإذن الله تعالى. طيب دكتور، إذا ما تحدثنا استراتيجيا، إلى أي حد تشابه استراتيجية الطرق والأهداف من تنظيم القاعدة الإرهابي وأيضا ميليشيات الحوثي باستخدام العبوات الناسفة، ما يعطي دلالة التخادم فيما بينهم وبين التنظيمات الأخرى تجاه القوات الجنوبية وحتى المدنيين؟ طبعا هناك تخادم كبير يعني بين جماعة الحوثي والتنظيمات الإرهابية. يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أن جماعات الحوثي تشتري رهائن، قد يقعون رهائن من دول مختلفة وخصوصا من البلدان الأوروبية، يقعون رهائن بيد التنظيم القاعدة وداعش، ثم أن جماعة الحوثي تشتريهم وتبيعهم لأغراض كسب الود السياسي، وتدخل فيها دول إقليمية للأسف ودول إقليمية تتدخل في هذا الموضوع وتقدم لهم الفدية، وهذه الفدية هي الذي تمكنهم من الاستمرار وتمويل النشاطات الإرهابية بنصب الفخاخ وبنصب المفرقعات عن طريق العبوات الناسفة في كل مكان من المناطق التي يتم تحريرها من القوات المسلحة الجنوبية. للأسف مثلا فرنسا دفعت خلال الأعوام من 2011 إلى 2022 إلى هذا العام إلى نهاية هذا العام ما يقارب 60 مليون دولار كفدية، بدءا من المعلمة أو المواطنة الفرنسية إيزابيل بريم،
وكانت هناك إلى جانبها في هذا العوام، ودخلت قطر في هذا ودفعت فدية، يعني وصلت الفدية في من هذه الدولة فقط من دولة فرنسا إلى ما يقارب 60 مليون دولار إلى يومنا هذا منذ عام 2011. وللأسف الشديد أن هذه الفديات التي تقدم التي يتم منحها لتنظيم القاعدة وداعش هي التي تمكنهم من الاستمرار، وتمكنهم من شراء المتفجرات والأسلحة والتجارب المخدرات وأيضا التجارب البشر. وجماعة الحوثي تشتري، أما أنت يعني يتم شراء يعني شراء الأشخاص الذين يقعون رهائن من هذه البلدان وثم الدفع لبلدان أخرى وإطلاقهم. مثلا تمكنت جماعة الحوثي من شراء يعني رهائن رهينة فرنسية ثم رهينة سويسرية، وتم دفع أكثر يعني من 10 مليون دولار. وبالتالي جماعة الحوثي أيضا تشترط مقابل أن يسلمها تنظيم القاعدة مجموعة من الرهائن، يشترط إطلاق، تم إطلاق إلى الآن أكثر من 300 سجين من تنظيم القاعدة وداعش، كانوا موجودين في سجون صنعاء، في سجون الأمن القومي وفي سجون الأمن السياسي، أطلقتهم هي لغرض كسب الود السياسي ولغرض كسب المواقف السياسية من دول في بعض دول الاتحاد الأوروبي. طيب، وخصوصا من فرنسا وألمانيا. طيب دكتور، إلى أي مدى دور الاستخبارات العامة يساهم في تعقب الخلايا الإرهابية النائمة وأيضا خلايا تنظيم القاعدة من زراعة هذه الألغام مما يحد من إرهابها تجاه المدنيين وأيضا القوات الأمنية العسكرية الجنوبية؟ ليس بخاف على أحد في أن نظام صنعاء يعني قد عمل على سياسة ممنهجة باعتبار الجنوب أرض أجنبية وبلد معاد، يعني وبلد معادي بدرجة رئيسية، وبالتالي جلب إليها كل الجماعات المتطرفة من كل بقاع العالم، يعني من البوسنة والهرسك ومن إندونيسيا ومن شرق إفريقيا ومن كل بقاع العالم، كل ومن أفغانستان، كل الأفغان العرب جلبهم إلى أرض الجنوب العربي واعتبرها بلد أجنبية وهي أرض معادية لينمي فيها هذه الجماعات المتطرفة. الآن كان هناك الأمن السياسي والذي استطاعت اختراق القاعدة بشكل كبير، وبالتالي تدخلت الدول الصديقة وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت في أن يتم تعديل هذا الجهاز وانشئ جهاز الأمن القومي في عام 2000، ولكن للأسف الشديد هذه الأجهزة ما زالت مخترقة ولم تقم بواجبها الرئيسي في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الإرهابيين، بل صارت تجمع معلومات لغرض حماية أشخاص في النظام صنعاء السابق، وما زالت الآن تمارس هذا الدور وهي مخترقة من جماعة الأخوان المسلمين، ولا يقدمون أي معلومات يعني حقيقية أو معلومات استخبارية ذات نفع في مواجهة أو في محاربة الإرهاب. لذلك تحمل شعب الجنوب وبجنوده البواسل من القوات المسلحة والأمن، وأنشأنا وحدات مكافحة الإرهاب وأنشأنا أجهزة استخباراتية، ولكن هذه الأجهزة الاستخباراتية ما زالت بحاجة إلى التدريب والدعم التقني والدعم المادي، وهذا ما نأمله من الأخوة في التحالف العربي ونأمله أيضا من الأشقاء. لا نعول كثيرا على الأجهزة الأمنية التي كانت في نظام صنعاء السابق، هي ما زالت معادية للجنوب وما زالت تكن العداء لشعب الجنوب وقضيته العادلة، ونحن نخوض هذه الحرب باسم الأمن القومي العربي وباسم الأمة العربية والإنسانية بشكل عام. نعم، كان معنا مباشرة من عدن اللواء الدكتور علي العولقي رئيس هيكلة القوات الأمنية الجنوبية، شكرا جزيلا لك.